اولادنا. فانا كنت شايف ان الاجراء الوقائي ده مهم جدا في بلد عددها كبير جدا زي مصر، ان انت تحاول تعمل اجراءات وقائيه ان انت تمنع انتشار الفيروس ايوه ده بشكل ما فيهوش ذعر يعني، او بشكل ما فيهوش تهويل، صح. انما هو ده اجراء طبيعي جدا والعالم كله اتحرك، فاحنا جزء برضو من العالم ده، فكان طبيعي ان احنا حتى لو احنا مش مضرورين بشكل كبير زي دول تانية، بس اعتقد من الحكمه يعني ومن الوعي ان انت حتى عشان تحافظ على المواطنين، وفي نفس الوقت ان انت تشارك برضو تشارك العالم القلق ده وتحترمه، لان برضو احنا في الاخر حتى لو كنا ما اتضرناش قوي، بس وارد ان احنا لو عشنا بشكل طبيعي ان احنا ممكن نتضرر اكتر يعني. مظبوط. يعني بقول انه ده او التغريده دي او الراي اللي انت قلته امبارح واللي اتطبق النهارده بقرار يعني من رئيس مجلس الوزراء، وقبليه كان في توجيه من رئيس الجمهوريه، بيجي في وقت كان في ناس واخدها اهلي وزمالك، يعني واخدها انه المتصدر عايز الدوري يكمل واللي مش متصدر عايز الدوري يخلص، في لا وقت الكلام انت من ضمن الفريق المتصدر ما حسبتهاش كده خالص. لا، لان يعني احنا للاسف احنا دلوقتي بقى كل ما يقال في الاعلام، وللاسف مش بس من جماهير، بيبقى بعض المسؤولين ابتدوا يصدروا كل الازمه او كل حدث بالوان ابيض واحمر، وده اهلي وده زمالك، وانما في حاجات ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها بالشكل ده، وما ينفعش ان انت توجه الراي العام وتاثر على وعي الجمهور، ان انت حتى في عز لما يكون عندك حدث مهم جدا العالم كله بينتفض ويبادر عشان يواجهه، ان انت برضه تفضل تتكلم بنفس اللغه ده. اولا عدم احترام لعقول الناس رقم واحد، رقم اتنين انت بتصنع راي عام غير واقعي، مش عايز اقول راي عام بكلمه تانية، بس ده غير واقعي وبعيد جدا عن الحقيقه، وده خطا كبير، ودي مسؤوليه على الناس اللي بتصرح الكلام ده. بس انما فعشان كده انا كنت بقول قناعتي بغض النظر سواء انا تمام. متصدر وهتضرر او مش متصدر ومش هتضرر، بس في الاخر الاولويه الاولى، وده الكلام الحقيقي، مظبوط. الكلام الحقيقي اللي لازم الناس يعني توقنوا، ان الموضوع مش موضوع كوره دلوقتي، احنا ما بنتكلمش على كوره، ما بنتكلمش على دراسه، احنا بنتكلم على اولويه وهي صحه الناس والحفاظ عليهم بس مش اكتر. انا في الاخر انا راجل رياضي، راجل لعيب كوره، ليا دور مجتمعي بحاول ان انا أش 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 يعني اشارك بيه على قد ما اقدر في ظل النظام المؤسسه اللي انا بتبع لها، انما أكيد. انا مش دكتور وانا مش مسؤول ومش صانع قرار، بس في الاخر ما لو كان ليا دور ممكن اقوم بيه لازم